رائع، قطفت كالأقحوانة. يجب أن نحسن أسلوبنا في قتال الأدغال وإلا خسرنا. قد يظهر فران في أي وقت وأي مكان. ليوناردو أنت دائما تخيفنا. هل ذكرت شيئا عن تحسين أسلوبنا؟ ظريف يا دوناتيلو. إنه فران. نحن جاهزون يا مفروم الرأس. هل أنت جاهز يا رئيس؟ هاي هو، اهدأوا يا شباب. هذا أنا مايكل أنجلو. بالتأكيد خدعتكم لفترة، أليس كذلك؟ كيف حصلت على القناع؟ هاي صنعته من طحن بيتزا قديم. ما هذا؟ يبدو أنها سفينة فضاء. يا ساتر، سوف تتحطم. هيا يا سلاحف، هيا. علينا انتشاله بسرعة. سنصعد يا أخي. ما زال حيا، لنسحبه إلى الشاطئ. هيا هيا. هذا رجل فضائي عجيب، ربما يقول الشيء نفسه عنك. على ماذا عثر هؤلاء البؤساء هذه المرة؟ بسرعة اغلي بعض الماء. لسنا نولد طفلا يا غبي. هذا ما أعرفه. جوال الفضاء، يجب أن أجد الشظايا يا جوال الفضاء. شظايا؟ ثلاث قطع من مركبتي سقطت على أرضكم عندما تلتحم. سيملك حاملها قوة لم يحلم بها أحد على الأرض. قوة لم يحلم بها أحد؟ هذا يعجبني. لكن كيف نجد الشظايا؟ قد تكون في أي مكان. بواسطة هذه البلورة يمكنكم ملاحقة إشعاع كل شظية. أسرعوا قبل أن يجد أحد الأشرار. إذا ما التحمت قوتها لا يمكن أن تحاد. الوداع أيها الأرضي. يا ساتر، لقد تبخر. لقد اختفى تماما كما سيختفي السلاحف عندما أجد الشظايا. إلى اليسار، إلى اليمين. اثبت على رأي أرجوك. ليس ذنبي، هذه البلورة حساسة جدا. هل تقدر أن تدلنا على مطعم؟ البيتزا طيبة الآن. دعك من البيتزا الآن، نحن بصدد شيء ضخم. حسنا، إذا ابحث لنا عن بيتزا ضخمة. الأغبياء يرشدونني إلى الشظايا. فكري، أوصلني بكرعون في البعد إكسحالا. لكن البوضة تذوب في الشمس. اخرس أيها الوقح وافعل ما أقول حالا. كما تريد. نعم يا فرام، ماذا الآن؟ أخبار سارة يا كرعون، سأحصل على السلاح الذي سيحطم السلاحف. وعدتني بهذا سابقا ولم تفي بوعده. لكن هذه المرة سأنجح، لكن لو ترسل لي جنودي. قطعا لا، ليس قبل أن تحضر لي السلاحف على الطبق. حتى ذلك الحين لا تضيع وقت الثمين. سأحطم هذا الدماغ يوما. تعجبني يا فكري، تعجبني. البلورة تشير إلى اليسار. ليوناردو، شاحنة نفايات. ها هي، وها هي تختفي. حسنا شباب، هذا يعود لنا. هل تقترح أن تغوص في هذه النفايات هناك؟ إنه عمل قذر على أحد أن يقوم به. طيب، لكن لماذا يجب أن نكون نحن؟ هل هذا يرد على سؤالك؟ ها
حسناً شباب، عندنا مهمة عطرة. مساكين كالعادة غارقون في الأوساخ. انظروا وجدتها. عن إذنك سأخذها أنا. أعدها لنا. تعال خذها يا صغير. بكل سرور يا وجه التنك. هذا واحد، بقي ثلاثة. قل وداعا يا أحمق، اقتربت نهايتك. هذا ما يقلب الأدوار. الآن يا سطل، تحدي بسيط. انقذت بالصدفة. استعد لمواجهتي يا فرام. بالنسبة لي هذا لعب أطفال، انظر. النتيجة 4 سلاحف بلا حركة دون عناء، والآن سوف أجمعكم. هذا درس مجانين في القتال، ربحت هذه الشظية في قتال مضي. دعني بالأحرى في قتال قدر. ماذا يجري؟ لا أعلم، لكنه عالم غريب. جيد، طاقة غير متوقعة. هذا فرام، إنه يكبر. غلط يا ليوناردو، نحن أصغر. لابد أنها قوة الشظية، إنها تقلص الأشياء. هذا رائع. أخيرا نلت منكم أيها السلاحف الأقزام، وقعتم في خطتي. الآن سأطحنكم واحدا تلو الآخر. أخطأت يا وجه الدنك. تبعا لكم، مكانكم أيها الأقزام. ماذا نفعل ليوناردو؟ هذا الشيء أصبح ثقيلا. حسنا لنهرب. ارجعوا وحاربوا كالرجال يا جبناء. أكملوا أنتم، لم أعد أستطيع الركض. أبدا، سنقاتل كلنا هنا. ننتحر كلنا؟ لا حاجة للسلاح، بقدم واحدة أقضي على هذه الحشرات. لقد جاءت النجدة. لا مستحيل، لقد هربوا، لكني حصلت على الشظية الأولى، وقريبا سأمتلك كل طاقتها. علينا الوصول إلى البيت قبل أن نصغر أكثر، وبسرعة، إننا ننكمش أسرع من القماش الرخيص. حسناً، الشارع خال. هاي احترس أيها الغول. نجحنا. شكراً على الحمام. هونوا عليكم، لن تسوء الأمور أكثر. صحيح، انظر هناك شاحنة تنظيف. اسحبوا على الرصيف. هيا، عندي خبر لك، الرصيف عالي جدا. إننا سلاحف، نحن نعيش في المياه. كنت أنسى ذلك. لابد من طريقة أفضل للوصول إلى البيت. يظهر أن عندنا مشكلة كبيرة. أرجوك يا معلم، لا تقل كلمة كبيرة. مشكلة يلزمها حل سريع أيضا. نيسان، هنا رشدان، أجيبي أرجوك. تذكروا، هنا في القناة 6 علينا أن نكون حازمين جريئين، ونتخذ قرارنا بلمح البصر. نيسان، هل تسمعين؟ هل قلت شيئا؟ من أنا؟ نيسان. نعم، أنت نيسان. نحن بحاجة إليك، هناك حالة طارئة. أنا ذاهبة سيد عارف، هناك قصة حامية. ذاهبة؟ إلى أين؟ نحن في وسط الاجتماع. أنت قلت بنفسك يجب أن نقرر بلمح البصر. إلى اللقاء. لكن لم تكن سوى محاضرة. طاقة جبارة سخافة، لم تعطني إلا وعودا كاذبة. ولكن كرعون، لقد دمرت السلاحف كما أمرتني. كذب كذب كذب، أين هو البرهان؟ ليس عندي، لكن مثل كل السلاحف قبلهم جرفتهم المجاري. كلام رخيص، أنا أطلب دليلا قاطعا قاطعا. ألا تكفيك كلمتي؟ بالتحديد كلمتك ليست كافية أبدا.
ولكن أوه، هذا المجنون يريد دليلا وسأعطيه الدليل. شكرا يا نيسان لتلبية النداء. علينا إيجاد فرام والشظية قبل أن يستعملها لمزيد من الأذى والخراب. السلاحف المساكين أصغر من عقدة الإصبع. نقاطع هذا الإعلان لنبت لكم خبرا خاصا. قاطع الإعلان؟ لابد أنه خبر مهم. مبنى الإمباير ستيت يتقلص فعلا. فرام! بالضبط، بدأ يوجه تلك الشظية على الناس الأبرياء. تمسك يا رشدان، محطتنا في الإمباير ستيت. لقد أبلغنا الآن أن مباني أخرى تقلصت في وسط المدينة أيضا. هيا يا سيد أسرع، أنت الأخير الباقي. هيا. البلور الفضائي قام بواجبه تماما. صحيح يا سيدي، وبشكل رائع. وهذه ستكون تحفة مجموعتي. سيضطر كرعون الآن أن يرسل لي جنودي. لا فائدة، عندما نصل يكون فرام قد رحل. يجب أن نستعيد تلك البلورة، وإلا من يعلم ما سيحل بالمدينة. هناك حسنة لكوننا صغار. نعم، شرحة بيتزا واحدة تكفينا كلنا. تكلم عن نفسك يا رفيق. أوه لا، انظروا، موجة عارمة. لماذا نهرب؟ إنها مجرد تنقيط عادية. صحيح، ولكن أحجامنا لم تعد عادية. بسرعة يا سلاحف، تسلقوا. لم أرى ألواح حصانون بهذا الحجم بعد. لا بد أنه الحجم العائلي. على سيرة الأحجام، انظروا، أفعل مجاري. طريقة بشعة للموت. لم تبتلعنا بعد. يا شرفيني على الغداء مرة أخرى. أهنئك ليوناردو، تسافر الآن في الدراجة السياحية. فرام، خير لك أن يكون الأمر مهما. ليس عندي وقت أضيعه على كلامك الفارغ. انتهينا من الكلام، هذه المرة سأريك أفعالا. انظر. هل تمزح معي؟ أطلب منك سلاحف متحجرة فتأتيني بمباني مصغرة. أريد هؤلاء السلاحف، أريدهم الآن. أعتبا لذلك المسخ الكريه. هل لي باقتراح؟ ما هذه الألعوبة الآن؟ إنها من اختراعاتي، آلة تلاحق حرارة السلاحف، سنجدهم مهما كان حجمهم. مدهش، اذهب ولا تعد بدون هذه الزواحف المصغرة. سيدي اعتبرهم في قبضتك. لا أظننا وحدنا ننكمش، بل الصابون أيضا. كفى يا رفاق، عندنا مشاكل جدية. صحيح، مثلا هذا يصرف المياه. نتجه إليه مباشرة. كارثة، بدون صابون نحن هالكون. تمسكوا، سوف نسقط. يا ويلي، إنها تجربة عميقة حقا. اسمعوا، علينا الآن أن نصل للشاطئ فقط. عندنا مشكلة أكبر الآن. دائما تبحث عن المشاكل. صحيح، هذه المرة المشاكل تبحث عنا. يا عين، انتبهوا، هذا حوض عملاق جدا. أعدك يا صاح، لن أكل بيتزا بالسرديب بعد اليوم. عندي خبر لك، قد لا تأكل بعد اليوم لا البيتزا ولا أي شيء. ماذا يجري؟ أهلا، ماذا لدينا؟ يبدو أنه جنس من السلاحف سينقرض قريبا. أظنه كان من الأفضل لو بقينا مع الحوت. غريب جدا، هذا أمر غريب. ما بك يا رشدان؟ تركت السلاحف في البيت، لكن أشعر بقربهم. الصلة بين المعلم والتلميذ قوية جدا. ليتك على خطأ، في حجمهم الحالي لن يصمدوا طويلا في مكان كهذا. نعم، أصبحوا قريبين جدا، علاقتي معهم لم تصغر حتى لو صغرهم. من هنا أرجوك
هناك، إنهم هناك حتما. إذن يا كرعون، ماذا ستقول الآن؟ يبدو أنني استخفيت بقدراتك رغم كل شر. هذا رأيي أنا أيضا. ما رأيكم الآن أيها الأقزام؟ لن تفلت منا أبدا يا كرعون. أبدا. أرأيتم؟ لقد أرعبته. والآن يا كرعون، أمام عينيك ستشهد النهاية الأليمة لمصير السلاحف المتحولين. رائع، ابدأ العرض الآن. لو كان عندي أيد لكنت صفقت فرحا. هل يمكن أن نتفاهم؟ تشجع يا دوناتيلو. وداعا يا سلاحف. رشدان. نعم يا فرام، أستاذك القديم سيعطيك درسا جديدا. أيها القارد الهزيل، أنا الذي سيعلمك. صعوبات تقنية تماما عندما بدأت تحلو الفرجة. لا بأس لعجوز مثلك. يا وجه الدنك المهترئ، سنرى من العجوز بيننا الآن. حاول بعد يا فرام، حاول. هذا ما أنويه. ما هذه النزهة؟ أصبح رأسي كالعجينة. نيسان، من هنا، نحن وراء قطعة الخردة. سلاحف، هذا أنتم؟ نعم، ما تبقى منا. لا أصدق، أنتم صغار جدا. اسمعي نيسان، الصغير بأفعاله الصغيرة. بسرعة صوبي البلور علينا، قد ينعكس تأثيرها السلبي. تعني أننا قد نكبر؟ لن نصغر أكثر يا عبقري. تجدر المحاولة. النصر لفرام، لا يمكن مقاومة خطة فرام الثلاثية. بسرعة يا نيسان، أدير الإشعاع. لا أعرف كيف. نحن أيضا، فقط حاولي حاولي. شيء ما يحصل، لا أعلم ما هو. يا جميل، أشعر كأنني في كبسولة زمنية. إنها تعمل، بدأنا ننمو. ستهرسك آلة توضيب الجبنة. نهاية لائقة لفأر مثلك. توقفوا. ماذا؟ توقفت؟ أما أنا فقد بدأت الآن. البلورة، لعلك ربحت هذه المرة يا رشدان، لكن البلورة ما زالت معي. بسرعة ريس من هنا. حتى نلتقي يا سلاحف، إلى اللقاء. إنه يهرب مع البلورة، يجب أن أوقفه. لا فائدة من المحاولة، لقد اختفى. خيبنا ظنك يا معلم. هذا درس من الحياة لن ننساه ليوناردو، حتى أخطاؤنا نتعلم منها أحيانا. وبنفس الغموض الذي بدأت به عادت الأمور إلى طبيعتها، ونأمل أن تنكشف يوما القصة الحقيقية وراء هذه الأحداث الغريبة. صحيح، حين يمكن للعصافير أن تمشي في الشارع كالبشر. على سيرة العصافير، معدتي تزقزق. أين مايكل أنجلو والبيتزا يا ترى؟ أجل، إنه يستمتع بوقته حتما. دادادلا، هيا يا رفاق، إنه وقت الطعام. أهلا وسهلا، أنا أقطعها. انظروا لهذه الأطفال. أطفال؟ هذه الأشياء لم تولد بعد؟ هل هذه مزحة سخيفة؟ اسألوا رشدان، إنها فكرته. طلبتها خصيصا لتلاميذي صغار ليتعلموا أن أمامهم دربا طويلا ليكبروا.